حضرتك من أيام كنت موجود بالإمارات بتصوير مسلسل حرم لك، حابين نحكي عن هاي النقطة. خلصنا مشاهدنا بالجزء الثاني من حرم لك، وهو مبارح أول مبارح خلصوا كل اللي كانوا عم يصوروا خلصوا، وهلأ الفريق عم يعملوا عمليات فنية ومونتاج، وكان المفترض أنه نحن شي 10-15 يوم تانين أو 20 يوم نرجع نفوت تصوير الجزء الثالث، باعتبار نحن كمان عنا شي من الرشز من الجزء الثالث مصور، فنحن مضطرين نكمل لنستكمل عدد الحلقات. يبدو هلأ بظل الظرف اللي عم بيصير بالعالم، قصة الكورونا، تسكير الحدود والسفر، راح يتأجل هذا الحكي لوقت لاحق ما بعرف إمتى. بالنسبة لليمون، ليمون رح يصير في ظرفين شوي غريبات بالعرض. أول شيء بتغير إدارة الخان، بيصير في إدارة جديدة بالخان، وهو بيهرب بوقت من الأوقات مع أمر، وبعدين أمر بتروح بتختفي، فبدنا نشوف ليمون وين بده يروح، فبيقرر يرجع على الخان. نرجع على الخان وبصير فيه علاقة جديدة مع حنة اللي هي كانت تتآمر على أمر، وبعمل تحالف الحقيقة مثل كثير من النوعيات من الشخصيات، وبتقفل بالجزء الثاني بحدث جلل الحقيقة بيصير على ليمون. ما رح أحكي شو، لأنه رح يكون يعني هيك تقيل من العيار، تقيل، خلينا نتركه للمشاهدة إن شاء الله يرضي الجمهور، لأنه من هاي اللحظة اللي رح تصير بالجزء الثاني رح تكون انطلاقة لتغييرات دراماتيكية أخرى بالجزء الثالث. غير حرم لك جمهور، شو هي الأعمال اللي حيكون على موعد؟ للأسف إنه نحن أنا ما يعني يبدو لأنه التهيت كثير بالمسرحية وشغلة، وإحنا كان في المفترض صرحنا قبل فترة إنه يكون في جزء جديد لبقعة الضوء، الشركة المنتجة أحجمت عن العمل ما بعرف فجأة بدون سابق إنذار وبدون أي مبررات وبدون حتى أي تخبير، يعني وزعونا نصوت وعملنا عقود، وكانت يعني قاب قوسين أو أدنى تبليغ يعني على مواعيد، فجأة اختفت القصة. هلأ أنا بسببها ما ارتبطت بشيء تاني أو يعني عملت أي شيء آخر يعني، بس أنا الحقيقة مستمتع كتير باللي عم نساويه على خشبة المسرح، وهلأ في شيء عم حضر له لرمضان بس مو تلفزيوني، رح يكون كمان مسرحي خاص برمضان إن شاء الله خلال أسبوع 10 أيام بيكون في تصريح عنه. كمان بخبركم وبدعيكي اكيد ربا انت وفريقك وإيرام. احنا شفنا اليوم لما طلع ابو بدر على المسرح حضرتك، يعني شو صار بالناس؟ سمعنا انه حتعود حترجع لباب الحاره. هذا الحكي مو حقيقي، والمنتج تبع باب الحارة لأنه في ممثلين حابين يرجعوا على باب الحارة، أنا ما بعرف مين هن الممثلين اللي بيرجعوا باب الحارة، وأنه هن تواصلوا معه لحتى يرجعوا، أنا أكيد مالي منهم ولن أكون منهم، ولن يعني إذا صار باب الحارة بالمستقبل معه أو مع غيره ما رح أكون في باب الحارة أكيد، لأنه رح يكون طواز زمان ورح يصير في يعني لازم يكون في حكاية جديدة. أنا كان عندي اقتراح، أتمنى أنه الحقيقة هو هذا اللي يصير، أنه نحن شخصيات مضوع عليها بباب الحارة ينعمل لها مسلسلات جديدة بظروف جديدة بعيدة عن حكاية باب الحارة والصراع هذا الخلبي اللي بيصير ما بعرف شو، أو خلبي أو حقيقي بين شركات الإنتاج، فإنه ينعمل مسلسل جديد ياخد هاي الشخصيات اللي الناس بتحبها، مش بس أبو بدر، لأنه في كتير شخصيات من باب الحارة معلقة بذهن الناس وجزء من حياتها، فهذا جوابي عن باب الحارة، وإن شاء الله يصير هذا اللي عم قلك عليه إن شاء الله، أنا اقترحته وإن شاء الله يلاقي أذان صاغية. بعد 3 أشهر من بدء عرض مسرحيتكم سلطان زمانه، اليوم عم نشوفكم مستمرين بالعرض، عم نشوف في حضور جماهيري، في شغف أكبر أنه تكونوا موجودين. بشكل عام نحكي عن أهمية هذا النوع من المسرح. هلا والله نحن أول غرض من العرض أنه نحن نعمل خلينا نقول فرجة بتسلي الناس وبتبسطها بدون ما تكون مكلفة عليهم، وبنفس الوقت بالقرن اللي احنا بنحبها اللي هي خشبة المسرح، وبنفس الوقت يعني تحمل فائدة على الأقل هي ما يكون فيها فزدكة زيادة، لأنه الناس اوريدي عندها متاعبها ومشاكلها اليومية، وإذا يعني هلا زادت الطين بلة قصة الكورونا والمورونا، ولا نحن ما بعرف إذا رح نعرض ولا ما رح نعرض ورح نكمل ولا ما رح نكمل، ف
فكتير منيح انه الناس مآمنة بهذا الشيء اللي عم نعمله ومصدقته وجاي معنا. الحقيقة العالم بحاجة الحقيقة هاي الفسحة من الفرح والضحك. وأنا اللي بيعتقده من بكير كنت أقوله دائما إنه هذا الفرح والفن والجمال هذا بيعطي طاقة كتير كبيرة للناس لتقدر ترجع تواجه متاعب حياتها اليومية. فهلا بيظل هذا الظرف اللي نحن مرقوا هلا 3-4 ساعات الناس نسيت كل هموم الدنيا بما فيها كل مشاكل القصص اللي عم تصير وعاشوا بقرنة تانية ضحكوا وانبسطوا وتفاعلوا وعاملين شغلة نحن بلشنا نكتشفها نحن ما كنا كتير قاصدينها مشان ما نقول هي حالة اللي الجمهور صار يلعب معنا عم يحب يلعب مع الخشبة عم يتحول الجمهور بالصالة لجزء من العرض عم يروح العرض لنوع تاني يعني نحن أو عم يورطنا بأراني ببعض المشاهد إنه تكون بنوع تاني من العروض.